السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب جريد 3، معكم مستر طلعت دغيتي من قناة ذكاء الحساب وماس. النهاردة هناخد ليسون نمبر 2 اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها تيلي ماركس. وطبعا اللي متابعني على القناة من أول الدراسة احنا شرحنا الدرس ده قبل كده، وبالنسبة له الموضوع ده هيبقى سهل جدا، وبرضه هنشرح كأننا هنشرح من جديد عشان هنعمل حساب اللي محضرش معانا قبل كده. الدرس بتاع النهارده سهل جدا، تعالوا كده نبتدي. احنا كنا خدنا حاجة في جريد 2 اللي هو الباراجراف والبيكتوجراف، وقلنا ان دي عبارة عن كولومنز، عمود او بارز، والبارز ديت بتديني بعض الداتا، يعني بتديني معلومات زي مثلا الايمج اللي قدامك ديت مكتوب هنا في التايتل فيفوريت كولر. فيفوريت كولر معنى كده ان ده اسمه اللون المفضل، وهنا تحت هنا بيقول النمبر اوف ستودنتس، يعني معنى كده ان هنا عدد الطلاب وهنا اللون بتاعهم المفضل. يعني مثلا انا احب مثلا الريد كولر، غيري مثلا يحب اليلو كولرز. لو جينا نبص هنا نلاقي الاورنج 25 والجرين لحد 20 واليلو هنعرف لحد الوقت هنعرف دلوقتي، والريد 30 students والبلو لحد 40 students. تعالوا بقى نقرأ الأسئلة والإكزامبلز، نقرأ الأسئلة ونعرف هنجاوب إزاي. هنا بيقول which color has the most votes. Which color يعني أي لون has اللي the most الاكسبريشن زي خدناها قبل كده، the most يعني الاكتر the most votes يعني التصويت الاكتر. the most الاكتر يبقى هيختار مين؟ هو طبعا موجود هنا. طب هل يا ترى ده طبعا البلو، هكتب البلو ولا هكتب الفورتي اللون بتاعها او النمبر بتاعها؟ ها لو كان قال لي هاو ميني كنت هكتب هنا الفورتي، بس هنا قال لي ويتش كلر يعني اي لون، بيسال هنا عن اللون فهكتب له هنا واقول له ايه بلو. برضو نمبر 2 ويتش كلر ديد توين ستودنتس اللون انه هو اللي فيه 20 طالب بيحبوه. تعال نشوف كده 20 ايوه لو مين green عشان كده هنكتب هنا green. نمبر 3 هنا بيقول لي how many، وما دام قال لي how many يبقى الانسر اللي انا هكتبه هيكون number. how many يعني كم عدد. more students voted for red than green. For red than green. قلنا قبل كده ان كلمة more than يبقى احنا هنا هنعمل subtract. يبقى كلمة more than خلي بالك عشان هتقابلك كتير قوي، معناها ان احنا هنعمل هنا subtract كلمة more than، هنعمل subtract لمين؟ للred والgreen. نشوف الريد كام؟ الريد هنا عندي 30 والجرين عندي هنا كام؟ 20. بقت 30 minus 20 equals، مش عايزك تعد من بعد ال 20 لحد ما توصل ل 30. 30 كأنها مثلا 3 fingers open on your hand 3 fingers ثلاث صوابع و close the 2 fingers يعني نايم 70، هيبقى الريمندر عندك هنا 1 finger. 1 finger يعني ب 10. هنا في سؤال بيقول تشالنج، يعني هنا سؤال شطار او متفوقين او عايز تفكير. From the previous bar graph من الشكل السابق ده، how many students did vote for yellow. عايز عدد الطلاب للون الاصفر اللي بيحب اللون الاصفر. تعال نشوف كده، هنا اللون الاصفر هنا ما جاش عند الايه، ده جه عند التاني هنا وزود كمان عن التاني. طب يا مستر هنا زود قد ايه؟ ما انا ما اعرفش.
حد يقول لي ايه؟ طب ما بين ال 10 وال 15 يعني مثلا 11 او 12 او 13 او 14، فاحنا هنعمل ايه؟ هننزل لاين كده وننزل كمان لاين كده. اللاين الاولاني ده معناه 11 مثلا بعد ال 10، واللاين التاني ده معناه 12، ممكن يكون 12 او حتى ممكن يكون 13. يعني اقوله هنا ممكن يكون 12 or 13. طب انا لو مستر لو كتبت 12 تتحسب لك صح برضو. هنا بقى هنبتدي ناخد حاجة اسمها تيري ماركس. طبعا كلنا عارفين الكوينز، الكوين اللي هو الجنيه بتاعنا، الجنيه المعدن مش الورق. الجنيه احنا بنسميه كمصريين عندنا له جهتين، تو سايدز، الصاد الاولاني احنا بنسميه ملك، والصاد الثاني او الجنب الثاني احنا بنسميه كتابه. طبعا ان انجلش هيبقى الهيد، الملك ده اسمه الهيد، هيد يعني ملك او السوره، والكتابه اسمها تيل تيل تيل. يبقى احنا عندنا كده هيد وتيل تيل، هيد اند تيل، ملك وكتابه. انا عندك هنا بيقول لك باسم تازد ا كوين 10 تايمز. يعني ايه؟ باسم رمى الجنيه 10 مرات. طبعا احنا لما انت تيجي ترمي الجنيه وتعمل له زي ما احنا كنا بنلعب لعبه الرفه، تقعد تعمل له رفه للجنيه، طبعا هيطلع لك حاجه من الاثنين، يا اما هيد يا اما تيل، هيطلع يا هيد يا تيل. هل يا ترى انت ضامن ان هو يطلع هيد؟ لا طبعا. انت ضامن ان هو يطلع تيل على طول؟ لا طبعا، هو بيطلع على حسب الحظ بتاعنا، يا هيد يا تيل. هنا بيقول لك ان باسم توز ذا كوين 10 تايمز، ومعاه واحد صاحبه بيكتب كل مره هو بيطلع ايه. يعني مثلا باسم ده رمى الجنيه مره فطلع هيد، فبيجي عند الهيد ومعامل لاين كده، تمام، بمعامل مارك كده او لاين. طيب عمل برضو الرفه كمان مره، او عمل لها توست، اسمها توست، توست يعني رماها او عمل رفه، احنا بعد كده هنقول عليها توست. فعمل لها توست كمان فطلعت كمان هيد، قام عمل كمان لاين كده، وهكذا بدأ يعمل ريكورد او يسجله. طيب وطبعا التيلي ماركس دي اسمها بقى على بعضها التيلي ماركس، والتيلي ماركس دي احنا كنا بنعملها كده فور لاينز، وبنعملها ستيك اوف كده بنقفلها بالفايف، يبقى كلها على بعضها ب5، الباكج دي كلها على بعضها ب5. طب تعالى كده ناخد مثال. هنا بيقول لك count how many head how many tails and how many in all. الهيد هنا في كام؟ اولا هنا بيقول لي how many heads اللي هم دولت، فهيكون هنا 3. how many tails، التيلز هنا اللي هو لو جيت تبص انا قلت لك دي طبعا كلها ب5، مش عايزك بقى تقعد تعمل لي count 1 2 3 4 5، لا احنا مش صغيرين خلاص كده كلها على بعضها 5. وهنا في 3، 5 plus 3 equals 8. how many in all، how many in all يعني كلهم على بعض بكام؟ نعدهم نعمل plus 8 plus 3، 8 plus 3 equals 11. هنا برضو بيقول لي how many heads، how many heads، طبعا ده 5 وده برضه 5، على طول كده خلاص بقى احنا عرفناه، احنا صغيرين. 5 plus 5 equals 10، 10 plus 1 equals 11. بعد كده بيقول لي how many tails، how many tails اللي هنا هتبقى كام؟ 4. how many in all، 11 plus 4 equals 15. طيب هنا بيجيب لي العكس، هنا بيقول لي show 7 heads، show 7 heads، show 7 heads. يعني اعمل هنا 7 heads، شوف هنعمل ازاي، 1 2 3 4، وقلنا نعمل stick off 5، مش هنقعد نعمل 1 2 3 4 5 6 7، لا طبعا كده فالص، كده غلط. يبقى كده عملت stick off 5 6 7، التيلز هنا 13، شوف هنعمل ايه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعد كده لسه 13، 11 12 13. how many in all، how many in all يعني كلهم على بعض كام؟ 13 plus 7 هنعملها طبعا addition of sum، هيبقى equals في الاخر 20.
equals 20. ودي طبعا اللي جنبها دي زيها ال 12 برضو الهيدز هنا بيقولي شو 12 هيدز انا برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كده لسه 11 12 طب التيلز هنا ال 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 plus 18 ممكن نعملها كده horizontal لأن قال لي هنا how many in all 2 plus 8 equals 10 يبقى 0 carry of 1 1 plus 1 plus 1 equals 3 طيب هنا بيقول لك فكر كده if you toss a coin 10 times لو انت رميت الجنيه اللي معاك ده 10 مرات انا لسه قايل لك من شويه ان الجنيه ده ممكن يطلع يا اما هيد يا اما تيل فانت لما ترميه 10 مرات could it land on head 10 times هل يا ترى الارض هتطلع لك اهو لما يترمى 10 مرات هيطلع لك 10 مرات هيد ملك يعني انا رميت الجنيه 10 مرات فهيطلع لي في ال 10 مرات ملك ممكن اه ولا لا؟ فكر طلع مستر ازاي؟ ما ممكن يطلع لي كتابه يعني ال 10 مرات كتير قوي ممكن مره مرتين اي يطلع لي ملك بس ال 10 مرات كتير انت فعلا صح بس هو فعلا في الحقيقه ممكن تحصل ممكن تحصل فهنقول له يس هنقول له هنا يس بس طبعا هتبقى يعني هتبقى حاجه خارقه للطبيعه قوي او تبقى صعبه قوي انا هنقول له هنا يس but it is a highly unlikely a highly unlikely هتبقى صعبه قوي يعني اقول له اه ممكن تحصل ممكن تحصل بس تبقى صعبه قوي يعني محظوظه قوي تمام هنا بقى بيقول لي طبعا اعمل لي هنا التلي ماركس بتاعتنا what is the number of cows in the farm طبعا هنا بيقول لي animals in the farm الحيوانات في الحديقه هنا بيقول لي animals in the farm المزرعه الحيوانات في المزرعه الهورس عندي هنا كام تلي هنا 2 فالنمبر هيكون 2 الكاوز هنا طبعا دي كلها على بعضها باكج هيكون 5 والبافلز هنا هيكون طبعا 5 وهنا 3 هيكون 8 والدونكي هنا يكون 3 عايزك انت اللي تقرا وانت اللي تحل نفسك what is the number of cows in the farm بيقول لي هنا what is the number يعني عدد الكاوز البقرات في الفارم الكاوز هنا طبعا هيكون 5 which animal has the greatest number which animal has the greatest number مين هنا اللي هيكون animal has the greatest number greatest number هنا هيكون ال 8 فعشان كده اقول له هنا buffalo وهنا قال لي انا عايز اسم الحيوان برضو هنا which animal has the least number has the least least ديت يعني اصغر عدد هيكون مين ال horse how many animals how many يعني كم عدد ال animals are there in the farm are there in the farm خلي بالك هنا قال لك انا عايز عدد الحيوانات يبقى ايه؟ لا ازاي؟ بالظبط كده نجمع كل النمبرز دول نعمل لهم اديشن 2 plus 8 equals 10 10 plus 5 equals 15 15 plus 3 equals هنا بيقول لي برضو هاني ميد ذيس ليست اوف ذا تشيرت كالرز تشيرت كالرز يعني الوان الايه؟ التيشيرتات طيب تعالى كده نشوف الايه البلو هنا بقول الكالر اهوت بلو انا عندي هنا بلو وايه كمان وعندي الريد وعندي ايه كمان وعندي الجرين تعال نشوف البلو هنا كام نعمل لها تيلي هنا بلو اعمل كمان وان تيلي بلو كمان وان تيلي خلاص كده خلصنا الصف الاولاني هنا بلو كمان نعمل هنا وان تيلي هنا كمان بلو وهنا بلو وهنا بلو هنا تيلي واعمل لها ستيك اوف يبقى كده 2 2 انا عملت كده 2 ولسه في كمان 1 هنا في كمان 1 اهوت تلي وفي كمان هنا 1 2 3 هنا برضو 1 2 3 يبقى النمبر هنا هيكون 10 لان ديت 5 ودي 5 الريد تعال نشوف كده الايه الريد الريد هنا دي 1 واعمل هنا 1 تلي وهنا كمان ريد كمان تلي هنا في كمان ريد هنا تيلي هنا في كمان وان تيلي
وفي كمان ريد واعمل ستيك اوف، وهنا كمان ريد واعملها وان تيلي، وهنا ريد واعملها وان تيلي، فكده النمبر هيكون 7. الجرين، الجرين هنا تعال نشوف كده الجرين، ادا 1 واعمل وان تيلي 2 3 2 3، خلاص كده ما عادش في جرين، فهنعمل هنا 3. كده خلاص المسألة بقت سهلة. How many children؟ يعني عدد الأطفال أو الطلاب، الأطفال were wearing blue shirt، اللي بيلبسوا اللون الأزرق أو التيشيرت الأزرق. طبعا هنا البلو هيكون 10. What was the color of the most؟ The most، the most يعني most يعني الأكتر، هيكون طبعا مين؟ البلو. عشان كده أقول له هنا الإيه؟ البلو. List the shared color data from the least to the greatest. List يعني حطهم من الايه؟ من الصغير او من الاقل للاكثر، او من الصغير للكبير. وخلي بالك هنا قال لك shared colors، يعني مش هنكتب هنا numbers. طيب هنا shared colors، فاكتب هنا اصغر واحد هنا green، بعد كده red، وبعد كده blue، بعد كده هيبقى blue. وبكده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا، وعايزك انت اللي تحل الهوم ورك لوحدك وكل الاكسرسايز اللي عندك في الكتاب، وما تخليش حد يحل معاك. خلاص، سلام.